وفي نفس السياق تواصل مختلف قطاعات الدولة ومؤسساتها تعزيز الجهود لعودة الحركة إلى طبيعتها بعد موجة هطول الأمطار، كما أعلنت مختلف مؤسسات الدولة رفع حالة الاستعداد والجاهزية لأي ظرف طارئ خلال الأيام المقبلة. نعم سعود، ومن جهته أيضا دعا وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، دعا مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى الابتعاد عن كل ما يثير الخوف في نفوس الأفراد والالتزام بما يبث في القنوات الرسمية. تضافر ملحوظ في الجهود من قبل مختلف قطاعات الدولة ومؤسساتها بعد تعرض البلاد لموجة هطول أمطار في مختلف مناطق ومحافظات البلاد، في وقت أعلنت فيه جميع مؤسسات الدولة حالة الاستعداد والجاهزية لأي ظرف طارئ في موسم الأمطار. وزير النفط ووزير الكهرباء والماء المهندس بخيت الرشيدي أعلن عن تفعيل خطة طوارئ وانطلاقها من غرفة التحكم الرئيسية لتشمل جميع قطاعات الوزارة، مضيفا أن الشبكة الكهربائية جاهزة بالكامل من حيث الإنتاج والتوزيع، وأن غرفة الطوارئ بالوزارة مرتبطة مباشرة مع غرفة الطوارئ الرئيسية للدولة لمتابعة التطورات المناخية. وزارة الصحة هي الأخرى عقدت اجتماعا ترأسه وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح لقيادات الوزارة في غرفة التحكم التابعة للجنة الطوارئ المركزية لمتابعة آخر المستجدات، حيث تم التأكيد على تحديث خطط الطوارئ ورفع حالة الاستعداد لموسم الأمطار والسيول بناء على التنبيهات التي ترد من خلال الأرصاد الجوية. كما أعلنت الوزارة جاهزية سيارات الإسعاف وتوفير سيارات إسعاف بحسب نسب احتياج كل منطقة، إضافة إلى رفع الجاهزية في كل الأقسام تحسبا لأي ظرف طارئ في الأيام المقبلة، إلى جانب تواصل بنك الدم مع جميع المستشفيات، علاوة على رفع المخزون الدوائي والتأكد من الكميات الكبيرة للمخزون الدوائي خلال الفترة القادمة. وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري دعا بدوره مستخدمي مختلف وسائل التواصل الاجتماعي إلى مساندة إخوانهم في فرق الإنقاذ المشتركة والمتطوعين والشد من أزرهم، وأهاب بمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أيضا توعية المواطنين والمقيمين بالابتعاد عن كل ما يثير الخوف والفزع في نفوس الأفراد أو كل ما من شأنه أن يثبط من عزيمة وجهود الفرق الحكومية أو التطوعية، داعيا المواطنين والمقيمين كذلك إلى الالتزام بما يبث في القنوات الرسمية المرئية والمسموعة من تعليمات وإرشادات خاصة بمتابعة أحوال الطقس المتقلبة.